أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الأخ السائل بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم الاستماع لتلاوة إسلام صبحي وعبد الرحمن مسعد؟ أرسل أما الأول في قراءته ليست جيدة، وأما الثاني في قراءته أسوأ. الثاني هذا عبد الرحمن مسعد قراءته عنده مدود زائدة وعنده حركات زائدة ولا يحسن التلاوة. وعليك يا أخي بكبار القراء، الحمد لله موجودون، تسجيلاتهم موجودة والحمد لله، فاستمع إليهم أفضل. عندك الشيخ الحصري والنشاوي محمود علي البنا وغيره من القراء.